خلال افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالسويس، الرئيس السيسي يوجه بإزالة كافة المعوقات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي للحد من الاستيراد وزيادة فرص العمل. في ثانية جلسات المحور المجتمعي، منسق وعام الحوار يعلن تخصيص جلسة لبحث مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب. شكري وجريفيث يبحثان تطورات الأوضاع في السودان وسوريا ويتفقان على استمرار التشاور بشأن الدعم الإنساني لمناطق الأزمات بالشرق الأوسط. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للاستفادة من كافة الفرص التي تتيح زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وزيادة التصدير. وخلال افتتاحه مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، أضاف الرئيس السيسي أن ضخ الاستثمارات يزيد الإنتاج والتصدير ويخفض فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل جديدة. أولا بقول إيه، احنا كنا بنتكلم مع دولة الرئيس وسيد وزير البترول على يعني الهيئة واذا كان لها معوقات بتقابلها او كده، وده امر احنا حريصين على ان ما يبقاش فيه معوقات قدام اي مؤسسة يعني. لكن هرجع هنا للموضوع دوت، لو انت عملت ال3 أو ال4 مراحل اللي انت بتتكلم عليهم دول وبتقول ان هم هيكلفوا 700 مليون دولار، ده للتصدير الكتله الغالبه او النسبه الغالبه منهم، مش كده؟ في يعني كفايه يعني انتاج محلي والباقي هيتصدر. ما هو ما انا الانتاج المحلي انا بجيبه دلوقتي من بره بالظبط، صح كده؟ فانا سواء صدرته او استخدمت جزء عندي فانا وفرت عمله كنت انا لو انا النهارده بستورد 3-4 منتجات من اللي موجودين هنا، ده ليهم رقم بالظبط، مش كده؟ وانت لو انتجتهم في مصر هتوفر الرقم ده وعندك فرصة كمان انك انت تصدر بره. طب بقول كده ليه؟ لان احنا ممكن كتير يقول لنا النهاردة واحنا بنفتتح المشروع ده ما تدوا فرصة للقطاع الخاص يا دكتور مصطفى، يعني يتقال كده. فده محتاج اتصور محتاج ترويج ومحتاج لقاء مع اللي بيشتغلوا في المجالات التعدينية بصفة عامة عشان نقول لهم تعالوا ده في فرص كويسه جدا، الفرص دي هتوفر لمصر سواء كان عوايد مباشره بان احنا بنستورد الكميات دي بالعمله الحره او بان احنا نصدرها ويبقى لينا دخل. كما اكد الرئيس السيسي ان كافه المشروعات التي تفتتحها الدوله سيتم طرحها في البورصه المصريه لاتاحه فرصه استثمار جيده للمصريين، مشيرا الى ان الدوله تشجع المستثمرين على المشاركه في هذه المشروعات سواء بالعمل بمفردهم او العمل مع الحكومه. الحاجات اللي بنفتتحها متاحه للمستثمرين المصريين والاجانب ومتاحه لان هي تطرح في البورصه. طب ليه؟ عشان ندي فرصة لمواطنينا ان هم يجدوا فرصة للاستثمار في مجالات اخرى عائدها مضمون بنسب كبيرة جدا جدا، ويبقى في فرصة ان هم يستفيدوا باموالهم بشكل مختلف يعني. طب للمستثمرين، احنا معاكم بان انتم تيجوا تخشوا وتشتغلوا معانا في الموضوع دوت. طيب تشتغلوا معانا ولا تشتغلوا لوحدكم؟ اللي انتم عايزينه. اللي هو يا دكتور مصطفى عايزين لوحدكم قوي، هنسهل معاكم الامور وانا بنتهزها فرصه في الافتتاح عشان اتكلم على الحكايه ديت. عايزين تبقوا موجودين معانا قوي من اول الشركه دي، وانا قلت قبل كده الرمال السوداء قبل كده لما افتتحنا المجمع بتاعها او المصنع بتاعها، كل ما هو متاح كل ما هو بنعمله متاح لكم، تعالوا. واحنا بنتكلم كلام برضو تاني، هو مش للاستهلاك المحلي يعني، والمشاريع دي مشاريع استثماريه بتجيب عوائد مستقره
سواء للسوق المصري او للسوق للخارج وبالعملة الحر. فاحنا بندرس يا ياسر يعني بدون تكليف كده، انا شلت الجيولوجي يعني، لا الاستاذ ياسر يعني، بندرس كويس او ازاي نعظم من، وده الحكومة دكتور مصطفى قبل ما نقعد هنا قلنا ازاي نخلي الهيئة المصرية تبقى اكثر يعني فاعلية وحركتها اكثر، عشان موضوع انك انت مقيد قوي بالبيروقراطيه بتاعت انت تبع اني يعني تبع مين، تبع الماليه ولا تبع البترول ولا، فدرسوها دكتور مصطفى ونشوف بحيث ان احنا نتحرك فيها يعني. الـ 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 هنا يعني مش عايز اتدخل في الموضوع ده، لكن انا ان كان الموضوع ده يعني انتوا عارفين كويس قوي العوائد بتاعت الكلام ده قد ايه، يتعرض عليا عشان ممكن او ناخد القرار ونطرحه ونقول للمستثمرين المصريين احنا مستعدين نخش نكمل المرحلتين ثلاثه او اللي فاضلين خلال السنه او اتنين اللي جايين كاجراءات، لكن يتعمل المصنع فدي طبعا طبقا لل يعني للشق الفني للشركات اللي هي الاجنبيه اللي بتشتغل معانا في الموضوع. ودعا الرئيس السيسي الحكومة الإيطالية إلى دراسة الأسرع بتنفيذ باقي مراحل المشروع الخاص بمجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة إذا ما توافق ذلك مع ما جاء في دراسات جدوى المشروع. بقول تاني لرجال القطاع الخاص والمستثمرين في مصر، من فضلكم ما تضيعوش وقت تاني وما نضيعش وقت تاني، وأي مشروع من اللي احنا بنتكلم فيه ده فرص نجاحه، مش بقول ان انا اللي بقول انها ناجحه، بقول البيانات اللي عندنا وحجم الاستيراد اللي احنا بنستورده هو دراسه الجدوى ليه. فلو كانت خاماتها موجوده في مصر يبقى يعني المشوار كله خلصان، مش هنجيب حاجه من بره. يعني الاستاذ شريف لما حكى قال ان جزء بيتعمل في أمريكا وجزء في دولة تانية وجزء بينتج في حتة تالتة، وإحنا عندنا الخام اللي ممكن يطلع من مصر وتتعمل كل المراحل في مكان واحد بكل ما تعنيه ذلك من تقليل التكلفة يعني. فبقول تاني للمستثمرين وغرف الصناعة اللي موجودة ووزير قطاع الأعمال ووزير التجارة والصناعة والحكومة ولينا كلنا، ما نضيعش وقت تاني أكتر من كده. وخلال افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، استجاب الرئيس السيسي إلى رغبة أدهم هشام أبو بكر من ذوي الهمم الذي طلب مصافحة الرئيس الذي لبى على الفور أمنيته في لفتة إنسانية، وأدار الرئيس السيسي حوارا أبويا وديا معه. هنا صدق حلمي وبدأ قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت، هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة في طريقي. خطوات دؤوبة وواثقة تخطوها الدولة المصرية نحو صناعة جديدة تحجز لها مكانا مميزا في هذا القطاع الضخم. ومع إعلان تدشين الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملحات لمجمع إنتاج ألواح الكوارتز بنطاق محافظة السويس، أصبحت مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تمتلك المقومات الكاملة لإنتاج الكوارتز من حيث المنجم والمصانع. صرح جديد من صروح المجد تشيده أيادي المصريين ليحجزوا به الصدارة والريادة في هذا المجال بين الأمم. مجمع مصانع الكوارتز شاهد على ذلك، فهو الأول من نوعه والوحيد ليس في الشرق الأوسط وليس في أفريقيا وإنما في العالم أجمع، الذي يقوم على هذه الصناعة بالكامل في كل مراحلها منذ بدء عملية التعدين في محاجر مرسى علم وحتى خروج المنتج في صورته النهائية هنا في العين السخنة. ربنا سبحانه وتعالى حب مصرنا الغالية بالكثير من الكنوز في باطن الأرض، ومن ضمن الكنوز دي خام الكوارتز اللي احنا النهاردة بنحتفل بافتتاح أول مجمع إنتاج الكوارتز في جمهورية مصر العربية والدول العربية والدول الأفريقية. مش بس كده، احنا بنعلن وبكل فخر كمصريين ان احنا الدولة الأولى والوحيدة
على مستوى العالم اللي تملك مقومات الصناعة بالكامل، ابتداء من تواجد المنجم وتوفر الخام حتى الوصول إلى المنتج النهائي. ما فيش دولة في العالم عندها تكامل التوافر مقومات صناعة ألواع الكوارتز غير مصرنا الحبيبة بإذن الله. بسواعد مصرية 100% من أوائل خريجي الكليات الهندسية المصرية، والذين تلقوا أعلى التدريبات الميدانية في الخارج ليعودوا محملين بأرقى ما وصل إليه العلم والخبرة العالمية، وبتكنولوجيا إيطالية أتقنتها الإرادة المصرية بل وفاقتها من حيث التطبيق العملي على أرض الواقع كانت نواة هذا المجمع. تم إنشاء هذا الصرح بناء على توجيهات السيد الرئيس بإضافة قيمة مضافة وتعظيم الاستفادة من خاماتنا اللي موجودة في بلدنا. كان من ضمن الخامات دي الخام الكوارتز اللي هو بيعتبر الذهب الأبيض، وبناء على هذا التوجيه تم دراسة الاستفادة منه وتم إنشاء هذا المجمع. المجمع ده بيكون من 5 مصانع، الخمسة دول بعبارة عن مصنع التكسير الأولي وده اللي موجود في مرسى علم جنب المنجم بتاع الكوارتز اللي هناك، وبعد كده في عندنا في منطقة العين السخنة هنا في 4 مصانع تابعين للمجمع بيدخل في يعني في بعض الصناعات الدقيقة اللي بتحتاج درجة حرارة وبتحتاج ضغط جامد، وبتبدأ بعد كده من الصناعات من أهم الصناعات دي صناعة الرقائق المعدنية، بيخش في أجزاء من صناعة الساعات. الكوارتز موجود في كل الصناعات اللي بتحتاج خامة ذات صلابة عالية. عندنا أنقى مادة خام على مستوى العالم، احنا المصنع الوحيد على مستوى العالم عنده دائرة مقفولة من أول المنتج الخام لحد التكسير لحد السلابس، أو ده الوحيد على مستوى العالم، لأن بعض الدول طبعا اللي عندها جزء من عملية التصنيع. درجة النقاء 99.8%. أهم مميزات المبنى عندي سيادتك أنه مزود بسيستم متكامل للتخلص من الأتربة والدست الناتجين عن عملية الخلط، ده حفاظا طبعا على سلامة العاملين وعلى البيئة. كمان المبنى بالكامل مزود بليزر بارير عشان حماية العاملين، بحيث لو أي حد دخل جوه الحيز بتاع الماكينة وهي شغالة أوتوماتيك بتقف. بدأ الأمر بفكرة ثم نضجت وتبلورت حتى صارت واقعا نقف على أرضه ونراه رأي العين، ومن هنا كان هذا الصرح الذي ولد كبيرا ليكون شاهدا من شواهد الإرادة المصرية الماضية قدما في بناء الجمهورية الجديدة. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على الأهمية التي توليها الدولة لاستثمارات الأشقاء العرب، مشيرا إلى أهمية مشروع شركة القناة لإنتاج السكر بمنطقة غرب المينيا. وخلال لقائه رئيس مجموعة الغرير الاستثماريتية الإماراتية، شدد مدبولي على حرص الدولة على إنجاح مشروع الشركة بمنطقة غرب المينيا والتطلع لمساهمته في سد فجوة استيراد السكر. كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام من جانب الدولة باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري. وخلال اجتماعه بعدد من المطورين العقاريين لمناقشة وبحث سبل دعم القطاع العقاري، لفت مدبولي إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات كثيفة العمالة التي تسهم في توفير فرص العمل. وتناول رئيس الوزراء جهود الدولة لدعم وتنمية القطاع العقاري في إطار تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي. التقى النائب العام المستشار حمادة الصاوي مع نظيره الروسي إيغور كراسنوف ووفد قضائي رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة الروسية بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة. وخلال اللقاء أكد النائب العام المستشار حمادة الصاوي أن الزيارة تعد انعكاسا للعلاقات القضائية الثنائية التي تربط بين المؤسستين قضائيتين، وتعد هي وسابقتها محطتين هامتين لتعزيز أواصر التعاون القضائي الدولي المتبادل، موضحا أن العلاقات القضائية بين النيابتين تنبع من تقارب اختصاصاتهما وصلاحيات أعضائهما المكرسة لخدمة العدالة وحماية حقوق ومصالح الهيئة الاجتماعية. أشادت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالدور الهام الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر المصرية. وخلال تدوينة لها على حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي،
أبدت السيدة انتصار السيسي سعادتها بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر والاستماع لشرح توضيحي شامل للدور الإنساني والوطني الفريد للجمعية، مشيرة إلى أنها لمست الإنسانية في أعظم صورها متمثلة في جهود المتطوعين المخلصين. ووجهت قرينة الرئيس التحية للقائمين على جمعية الهلال الأحمر المصرية، ووجهت الشكر والتقدير لكل المتطوعين. تتواصل في مدينة شرم الشيخ فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، ونظمت مصر جلسة نقاشية بعنوان دور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر. في رابع أيام فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي تحت شعار حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا، انعقدت الجلسة النقاشية التي نظمتها مصر بعنوان دور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر. للتكنولوجيا المالية دور في إطلاق التمويل المستدام والأخضر عن طريق توفير جانبين، الأول هو الوصول إلى المعلومات وإصدار تقارير التوقعات المالية، والجانب الآخر في الوصول إلى الشمول المالي الحقيقي والنمو الأخضر. والقضية المحورية في هذا الصدد هي الاتجاه للاقتصاد الأخضر عن طريق توجيه الموارد المالية إلى المشروعات الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة. خلال الجلسات طرحت القضايا المتعلقة بالتكيف المناخي وآفاق الوصول إلى التمويل الأخضر، كذلك سبل تشجيع وحشد استثمارات القطاع الخاص للتوسع والنمو في هذين المجالين الهامين لتحقيق التنمية المستدامة للقارة الإفريقية. إنه من الأمور المهمة كثيرا كيفية استخدام التكنولوجيا المالية في تحويل الكثير من المشروعات الخاصة والمدن الذكية مثل العاصمة الجديدة للعمل بنظام التكنولوجيا، كما تطرح هذه التقنيات فرصة للانطلاق نحو أسواق أخرى في القارة الإفريقية. وشهدت الاجتماعات إصدار تقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية بشأن تعبئة التمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا. أكد محافظ البنك المركزي رئيس مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الأفريقي حسن عبد الله أن القارة الأفريقية تتمتع بأعلى عائد على الاستثمار في العالم أمام القطاع الخاص. وخلال فعاليات اجتماعات بنك التنمية الأفريقي لعام 2023 أشار عبد الله إلى امتلاك القارة الأفريقية فرصا استثمارية هائلة وغير مسبوقة أمام المستثمرين، مشيرا إلى أن هذه الإمكانات تؤهل القارة لاقتداء برؤوس الأموال الخاصة والاستثمارات الدولية للعمل داخل دولها، كما شدد على أهمية توفير آليات الحد من المخاطر التي تعيق التوسع في استثمارات القطاع الخاص بالقارة الأفريقية. أهلا بكم مجددا، نستكمل نشرة التاسعة، حيث أكدت رشا نجم وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار أن مصر تشهد توسعا هائلا في مجال التكنولوجيا المالية من خلال ارتفاع عدد المشروعات بهذا المجال إلى 177 مشروعا. وخلال فعاليات اليوم الرابع لاجتماعات بنك التنمية الأفريقي بمدينة شرم الشيخ أشارت رشا نجم إلى أن 60% من مشروعات التكنولوجيا المالية في مصر يديرها شباب تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 25 عاما، لافتة إلى أن البنك المركزي لعب دورا كبيرا في دعم التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى إلزام البنوك بتوجيه 25% من محافظ قروضها لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تخصيص 10% منها للاستثمار المباشر في أسهم تلك الشركات. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه
كافة القضايا على جميع المستويات. قالت مقررة لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني نيفين عبيد إن الدولة تبذل جهودها لحل المشكلة السكانية، مؤكدة ضرورة الإصلاح الهيكلي لملف السكان. جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة الأولى للجنة التي عقدت تحت عنوان الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، مشيرة إلى أن الجلسة تناقش الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمشكلة السكانية وسبب تذبذب الهرم السكاني وقضايا الطفولة. وفي سياق متصل بالحوار الوطني، أكد المشاركون بجلسة لجنة التعليم بالحوار الوطني ضرورة وجود جهة منظمة لسياسات تطوير التعليم، مقترحين إنشاء هيئة عليا للتعليم والتدريب. أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن هناك توجيهات رئاسية بتسليم مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب للحوار الوطني، وذلك لمناقشته في جلسات الحوار قبل إرساله لمجلس النواب. هذا وأعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إقرار مجلس أمناء الحوار جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الذي يبدأ الأحد الموافق الرابع من يونيو المقبل بمناقشة المحور السياسي وما يشمله من جلسات بشأن تعزيز العمل الأهلي وقانون حرية تداول المعلومات وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وأوضح المنسق العام أن الحوار يستلزم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى الحاجة إلى عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة المعبرة عن كل الاتجاهات بعد كل عدة جلسات عامة. والمزيد حول جلسة الحوار الوطني يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري رجاء رمزي. أهلا بكم مشاهدينا. ملخص لوقائع وفعاليات اليوم السادس من الحوار الوطني الذي تم تخصيصه لمناقشة المحور المجتمعي، تحديدا ملفين، الملف الأول خاص بالتعليم والملف الآخر خاص بالسكان. إذا ما تحدثنا عن الملف الخاص بالتعليم، لعل يعني المطالبة الأبرز أن يكون التعليم هو قضية للدولة بأسرها، أن يكون التعليم هو المشروع القومي للدولة المصرية. كانت هناك يعني مطالبات بتوفير التعليم الجيد للجميع بدون استثناءات من هذه المنظومة. كان هناك طبعا توافقات فيما لو وصل بإعادة هيكلة منظومة التعليم، يأتي في القلب منها المعلم. إذا ما تحدثنا عن المحاور الأربع للتعليم، المحور الخاص بالمعلم، محور الطالب، المنهج، والمحور الأخير وهو الخاص بالبنية الأساسية للتعليم. إذن كان هناك حديث عن إعادة هيكلة منظومة التعليم، يأتي في القلب من هذه المنظومة تطوير المعلم. أيضا كان هناك حديث وإجماع من قبل العديد من السادة المشاركون في هذه الجلسة النقاشية الخاصة بالتعليم، موضوع تواجد أو أهمية وجود هيئة ريجوليتر أو الهيئة المنظمة للسياسات الخاصة بالتعليم، الهدف منها هو تطوير التعليم. إذا ما تحدثنا عن الملف الآخر الخاص بالسكان تحت عنوان تشخيص الحالة السكانية تحسين الخصائص السكانية، في هذا المحور حقيقة الأمر كانت هناك المسؤوليات تلقى على عاتق الحكومة وأيضا المواطن. كان هناك مطالبات برفع الوعي لدى المواطنين خاصة في القرى وفي النجوع. أيضا كان هناك مطالبات بعمل محفزات خاصة بالأسر التي تنتظم في تحديد النسل أو تلتزم بتنظيم النسل. أيضا كان هناك حديث من قبل العديد من المشاركين لتوضيح مغبة أو خطورة
الخاصة بالإنجاب المبكر، وأثر ذلك على الأطفال. العديد من هذه الأطروحات تمت مناقشته في كلتا الجلستين المعنية بالتعليم والسكان. كان هذا ملخص سريع مشاهدينا لوقائع وفعاليات اليوم السادس من الحوار الوطني الذي تم تخصيصه لمناقشة المحور الاجتماعي. شكرا لكم. شدد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عمرو حسن على أن الحوار الوطني يعد فرصة تاريخية لحل المشاكل وتوفير الآليات للتغلب عليها، خاصة في المشكلة السكانية. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش جلسة نقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني. يمكن أنا شايف أن الحوار الوطني فرصة تاريخية أنك تحل كل مشاكل مصر، مش بس إحنا بنتكلم عن مشكلة الزيادة السكانية، كل المشاكل. وإنت على عتاب الجمهورية الجديدة لازم الناس كانت تقعد مع بعض يسمعوا بعض، نفكر نقول إيه هي المشاكل اللي بتواجهنا، طب إحنا ليه معرفناش نحلها على مدار السنين الكتير، طب إيه الآليات اللي إحنا هنتفق عليها مع بعض عشان وإحنا تكون داخلين الجمهورية الجديدة داخلين بلغة واحدة باتفاق واحد، محددين مشاكلنا وعارفين الحلول. أكدت أمينة التعليم بحزب حماة الوطن ميرال جلال الهريدي ضرورة أن يكون هناك تنسيق في مناهج التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني. التعليم ما قبل الجامعي هو البذرة أو النواة للتعليم الجامعي، نعم. يبقى لازم يكون في تنسيق ما بين المسؤول عن التعليم القبل الجامعي والمسؤول عن التعليم العالي. التقى وزير الخارجية سامح شكري مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيترسون في جنيف، وشهد اللقاء استمرار الحوار بين مصر والأمم المتحدة حول سبل حل الأزمة السورية بشكل متدرج وفق مقاربة خطوة مقابل خطوة وبما يتوافق مع القرارات الأممية. وجدد شكري التأكيد على أهمية الدور العربي في حل الأزمة الممتدة. ومن جانبه أعرب بيترسون عن حرصه على العمل مع اللجنة الوزارية العربية لمتابعة الدفع بالحل، مجددا تقديره للتواصل المستمر بين مصر والأمم المتحدة من أجل العمل الجاد على حلحلة الأزمة. وخلال زيارته الحالية إلى جنيف أيضا بحث وزير الخارجية سامح شكري مع منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن جريفيث مستجدات الأزمة السورية والجهود الجارية لحلحلة الأزمة وتخفيف معاناة الشعب السوري. واتفق الجانبان على أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي واستمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة بشأن سبل تعزيز الدعم الإنساني لمناطق الأزمات بالشرق الأوسط. كما بحث شكري وجريفيث التطورات في السودان وانعكاساتها على الوضع الإنساني في السودان ودول الجوار. وأشاد شكري خلال اللقاء بالجهود الأممية لتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة في مناطق الأزمات. من جانبه أشاد جريفيث بالجهود التي تبذلها مصر ومساعيها الحثيثة للتوصل إلى حل للأزمة وتوفير الدعم الإنساني والطبي العاجل للشعب السوداني، فضلا عن استقبالها للوافدين السودانيين. كما التقى وزير الخارجية سامح شكري في جنيف بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، حيث استعرض شكري سياسة مصر تجاه المهاجرين واللاجئين القائمة على احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية وعدم التمييز في المعاملة بينهم وبين المواطنين المصريين وتقديم الخدمات الأساسية لهم. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون والشراكة بين مصر والمفوضية في ضوء الأعباء الكبيرة التي تتحملها القاهرة في استضافة الأعداد الهائلة التي وصلت إلى 9 ملايين مهاجر ولاجئ، خاصة في ضوء تداعيات الأزمة الراهنة في السودان، فضلا عن ضرورة أن تحشد المنظمة الموارد لدعم الجهود الوطنية في تقديم سبل الرعاية والمساعدات الإنسانية والطبية اللازمة على الحدود للنازحين الفارين من النزاع في السودان. وما زالت نشرة التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. سول وواشنطن تبدأان أكبر مناورات مشتركة بالذخيرة الحية بالقرب من حدود كوريا الشمالية.
أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس أنه رغم صعوبة الوضع في الخرطوم فإن الأمم المتحدة مصممة على مساعدة السودانيين على تجاوز هذه المحنة العصيبة وتحقيق السلام وإعادة مسار الانتقال. أكد بيرتس أن الأمم المتحدة تبذل كل ما في وسعها على الصعيدين السياسي والإنساني لتجاوز الآثار الرهيبة التي خلفتها هذه الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين السودانيين داخل وخارج البلاد، وأكد أن الاتفاق الإطاري سيظل مرجعا للنقاش ولا يمكن القول إنه انتهى. يتواصل توافد المصريين وبعض مواطني جنسية الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين. وتتوافد الحافلات التي تقل الوافدين وسط استمرار التسهيلات والتعزيزات التي تقدمها السلطات، خاصة الخدمة الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين وذوي الجنسيات الأخرى. وللمتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، كيف تسير عملية توافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل؟ نعم إيمان، لازالت الجهود مستمرة في ميناء أبو سمبل النهري ومعبري قسطل وأرقين لتقديم كل الخدمات لتوافد السودانيين عبر المعبرين، لكن اليوم تتجدد هذه الخدمات أو هناك نوع من الدعم الكبير بعد الزيارتين الهامتين اليوم. الزيارة الأولى هي للسيدة انتصار السيسي حرم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر جمعية الهلال الأحمر في القاهرة للاطلاع على لشرح الجهود الإنسانية التي تقدم من قبل الجمعية وجهود المتطوعين وشكرها للمتطوعين، فهذا دعم كبير جدا يقدم لجمعية الهلال الأحمر، خاصة أن هذا الدعم سيصل إلى هنا في معبري قسطل وأرقين. وهذا ما نقله إلينا أحد المواطنين السودانيين اليوم عن الخدمات التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر من خلال متابعته الصحية، لأنه كان يعني لديه شكوى من بعض الأمراض كالضغط والسكر، وأيضا قام بالاطمئنان على صحته وأيضا زوجته في تناول الأدوية الخاصة لعلاجها. وأيضا الخدمات التي تخطت 380 ألف وجبة وحقائب نظافة شخصية، بالإضافة إلى أكثر من 4785 حالة دعم نفسي، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف خدمة طبية. فبالتالي جهود كبيرة تقدمها جمعية الهلال الأحمر بطبع دعم وتوجيهات من القيادة السياسية. الزيارة الثانية هي زيارة السفير سامح شكري وزير الخارجية ولقائه بالمفوض السامي للمفوضية لشؤون اللاجئين في جنيف، وتم الحديث عن تناول الوضع السوداني وطلب الحشد من المفوضية لدعم السودانيين الوافدين عبر مصر بتقديم مزيد من الدعم والمساعدات الطبية أو الصحية. وتم التأكيد على الرقم الذي كنا قد أعلناه في خدماتنا الإخبارية السابقة، وهو 121 ألف سوداني قدموا إلى مصر من خلال معبري قسطل وأرقين فقط. وهذا أيضا متعلق بالجهود التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المصرية في تقديم خدماتها خاصة لجمعية الهلال الأحمر، فهذا الدعم تخطى أكثر من 53 مليون جنيه على هيئة حقائب نظافة شخصية وواجبات. نعم. وتم مضاعفة الشراكة بين المفوضية وجمعية الهلال الأحمر. نعم. لتقديم أكثر من مليوني وجبة وأيضا حقائب شخصية، فبالتالي هناك مجهود متعاون وتقديم كل التسهيلات من الحكومة المصرية لهذه المنظمات للعمل على تقديم كل الخدمات، والتأكيد. نعم. أيضا على أن مصر تفتح الحدود اتساقا مع التزاماتها الدولية والإقليمية. أشكرك جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري.
قال متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا كانت تعلم منذ البداية أن أوكرانيا هي المسؤولة عن هجوم بطائرات مسيرة على كريملين في مطلع الشهر الحالي. جاء ذلك بعدما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن تقييمات أجهزة مخابرات أمريكية كشفت أن وحدة خاصة تابعة للجيش أو المخابرات في أوكرانيا قد تكون دبرت الهجوم. من جانبه قال أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني إن كييف ليس لها أي علاقة بهجوم من بطائرات مسيرة على الكرملين، مقللا من شأن ما ورد في التقارير الإعلامية الأمريكية. بدأت مجموعة مسلحة موالية لروسيا بتسليم مدينة بخموت في شرق أوكرانيا إلى الجيش الروسي بعدما أعلنت في نهاية الأسبوع السيطرة على المدينة. هذا وتجرى هذه العملية فيما يواجه الجيش الروسي صعوبات في محيط بخموت بعدما خسر بحسب الأوكرانيين 20 كيلومتر مربع في شمال وجنوب المدينة، كما تأتي بعد توغل مسلحين من أوكرانيا إلى منطقة بلغرود الروسية الحدودية. أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي توقيف أوكرانيين وصفهما بالمخربين على خلفية التخطيط لاستهداف محطات نووية روسية. وقال الجهاز إن الموقوفين تابعين لجهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية حاولا تفجير نحو 30 خط نقل كهربائي إلى محطتي لينينغراد وكالينين النوويتين مطلع مايو الجاري بهدف وقف المفاعلات النووية. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده ليست في حالة حرب مع روسيا، مشيرا إلى أن هذه المعركة هي معركة أوكرانيا. وأضاف أوستن أن أوكرانيا كبدت القوات الروسية خسائر فادحة في الأرواح، كما أشار إلى أن الدنمارك وهولندا ستقودان تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلة F-16 إلى جانب دول أخرى. من جانبه قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إن واشنطن طالبت كييف بعدم استخدام المعدات الأمريكية في شن هجمات داخل روسيا، لافتا إلى أن أزمة سقف الدين الأمريكي ستتسبب في عواقب اقتصادية كبيرة من بينها تأثر الجاهزية العسكرية للجيش الأمريكي. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إنه لا يتوقع خطوات جديدة من تكتل أوبك بلس في اجتماعه في الرابع من يونيو المقبل. أضاف نوفاك أنه يتوقع أن يتجاوز سعر خام برنت 80 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام. قالت وزارة الخزانة الإيطالية إن روما ستقدم إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي تحديثا لخطط إنفاقها المتعلقة بأموال التعافي في مرحلة ما بعد كورونا بحلول يوليو بعد التوجيه المتفق عليه مع بروكسل. وجاء ذلك بعدما أعربت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن قلقها إزاء التأخيرات ودعت إيطاليا إلى التحرك بسرعة لمعالجة مشاكلها مع برنامج التمويل الذي سينتهي في عام 2026. Social tension have mounted, geopolitical tension erupted a new border. أكد البيت الأبيض أن تفادي تخلف الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها المالية غير قابل للنقاش، بل هو مسؤولية للكونغرس. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قد أجرى العديد من المناقشات البناءة مع الكونغرس بشأن سقف الدين العام. هذا وتفصلنا 7 أيام عن الأول من يونيو، وهو اليوم الذي قد تفرغ اعتبارا منه الخزينة الخاصة بالحكومة الأمريكية الأموال لخدمة ديونها وفق تقديرات الإدارة، كما أن التخلف عن سداد أقساط القروض من شأنه أن يدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة من الفوضى. أقلعت مقاتلات يابانية بعد رصد طائرات روسية قبالة سواحلها المطلة على المحيط الهادئ وبحر اليابان.
وأعلنت هيئة الأركان المشتركة اليابانية أن طائرة روسية توجهت من شمال اليابان باتجاه ساحلها الغربي، بينما اتبعت أخرى مسارا مشابها على طول الساحل المقابل وعادت على المسار ذاته، مشيرة إلى أنه ردا على ذلك أقلعت مقاتلات سلاح الجو الشمالي التابع لقوة الدفاع الجوي ووحدات أخرى في حالة استنفار. بدأت القوات الكورية الجنوبية والأمريكية أكبر مناورات مشتركة بالذخيرة الحية على الإطلاق لمحاكاة هجوم واسع النطاق من كوريا الشمالية حسب ما قالت وزارة الدفاع في سول. وأوضحت الدفاع الكوري الجنوبي أن ما يقرب من 2500 جندي يشاركون في التدريبات التي تستمر 5 أيام وانطلقت في بوتشون القريبة من الحدود مع كوريا الشمالية. كما تشارك في التدريبات دبابات ومدافع هاوتزر وطائرات مقاتلة. وسبق أن أجرت القوات الأمريكية ونظيرتها من كوريا الجنوبية مناورات مختلفة في الأشهر الماضية، بما في ذلك تدريبات جوية وبحرية. وأبدت بيونغ يانغ غضبها تجاه التدريبات التي تعتبرها استعدادا من قبل الدولتين لغزوها. أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اختار قائد القوات الجوية الأمريكية الجنرال تشارلز براون ليصبح رئيسا لهيئة الأركان المشتركة. تعيين براون مرهون بموافقة مجلس الشيوخ، وحال موافقة المجلس سيصبح ثاني ضابط ببشرة سوداء يتولى رئاسة هيئة الأركان المشتركة بعد كولين باول قبل 20 عاما. وصفت وزارة الخارجية الصينية تقارير تحدثت عن تجسس قراصنة صينيين على البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة بأنها حملة تضليل أطلقتها الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن التقارير ذات الصلة من الوكالات الغربية ليس لديها دليل. كانت وكالة الاستخبارات الغربية قالت إن مجموعة قرصنة صينية فرعها الدولة تتجسس على مجموعة واسعة من مؤسسات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة من الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى مراكز النقل. صرح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن البرازيل يجب أن تملك صوتا أقوى في الشؤون العالمية بما في ذلك شغل مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. وقال كليفرلي في برازيليا في أول زيارة يقوم بها دبلوماسي بريطاني كبير لهذا البلد منذ 9 سنوات إن ميزان القوى العالمي تحول جنوبا، وتطلب البرازيل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية والبلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في المنطقة منذ سنوات شغل مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي في خطوة عرقلتها الدول الخمس الدائمة العضوية كالولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا. أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال شخص على خلفية اصطدام سيارة ببوابة مقر رئيس الوزراء ريشي سوناك في العاصمة لندن. وأشارت الشرطة البريطانية إلى فرض طوق أمني حول المبنى مؤكدة عدم وقوع إصابات وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث. والآن مشاهدينا إلى أهم أنباء المال والأعمال. وفاطمة خليل، أهلا بك فاطمة. أهلا بك صح الناجي، أهلا بك إيمان منصور، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. انتظمت حركة الملاحة في قناة السويس حيث شهدت عبور 74 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها نحو 4,800,000 طن. وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع صرح بأن أعمال الإنقاذ البحري نجحت في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع هاي تونغ 23، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر.
ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة في القناة من الاتجاهين فور الانتهاء من قطر السفينة للغاطس كإجراء احترازي للتأمين الملاحي، مؤكدا على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة. عقدت بمحافظة دمياط ندوة لمناقشة مقترحات كيفية التقدم بمشروعات خضراء ذكية، واستعرض منسق ورئيس المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هشام بدر التقدم بمقترحات مشروعات خضراء ذكية لمواجهة التحديات التي تواجه المحافظة مثل تدوير المخلفات واستخدام الطاقة المتجددة. تشرفت وسعدت اليوم بزيارة محافظة دمياط، محافظة جميلة جدا، والتطورات ولقاءات اللقاء مع معالي الوزيرة دكتورة منال عوض، واللقاء اللي عملناه النهاردة لنطلق المبادرة المشروعات الخضراء الذكية في محافظة دمياط. وسعدت جدا باللقاء العقد اليوم لتناول ازاي الاعضاء وازاي مواطنين في محافظة دمياط يقدروا يتقدموا مشروعات خضراء ذكية. واشكر معالي الوزيرة المحافظة على الدور الايجابي والقيادي اللي قامت به للترويج للمشروعات، وطبعا شرحنا أهمية ميناء دمياط، كانت من المحافظات اللي كسبت في الدورة العام الماضي في الكوب 27، قدمت ميناء سيد وكان أحد المشروعات الفائزة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات في ظل عدم اليقين في تجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد التزاماتها، وهو ما فاق تأثير احتمال إقدام تحالف أوبك بلس على المزيد من تخفيضات الإنتاج. انخفضت العقود الأجل لخام برنت بنسبة 2.73% إلى 76.22 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.1% إلى 72.10 دولار للبرميل. تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.94% لتصل إلى $2.33 للتر، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 75% لتسجل نحو $2.38 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، بينما تم تعديل بيانات الأسبوع السابق له بتخفيض حاد للأعداد، الأمر الذي يشير إلى استمرار قوة سوق العمل. وكشفت وزارة العمل الأمريكية عن أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت بواقي 4000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 229,000 في الأسبوع الماضي. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر وإيمان لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي لجمع تعهدات بقيمة 7 مليارات دولار للاستجابة للوضع الإنساني الحرج في القرن الأفريقي، حيث يعاني أكثر من 43 مليون شخص في إثيوبيا وكينيا والصومال، واحدة من أسوأ حالات الجفاف في التاريخ الحديث. وقال غوتيريش إن سنوات الصراع وانعدام الأمن أدت إلى النزوح الجماعي في القرن الأفريقي، في حين أن الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية زاد من معاناة السكان. يشار إلى أن مؤتمر التعهدات تم تنظيمه من قبل الأمم المتحدة وإيطاليا وقطر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالتعاون مع البلدان الثلاث المتضررة، وهي الصومال وإثيوبيا وكينيا. Across the entire region. I thank the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Policy. أصدرت البحرية الأمريكية أوامرها لمجموعة حاملة الطائرات الأمريكية USS نيمتس بالتوجه إلى جزيرة جوام الأمريكية النائية في المحيط الهادئ للمساعدة في جهود التعافي من أثار الإعصار موار. وكان الإعصار موار قد اجتاح سواحل المحيط الهادئ ودمر عدة منازل وقوارب صيد. وقال مسؤول أمريكي إن USS نيمتس مع حاملة الطائرات USS بانكر هيل والمدمرة USS واين إي ماير كانت في جنوب اليابان، ومن المتوقع أن تصل إلى جوام في غضون 3 أو 4 أيام.
هلا مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية. ومرة أخرى فاطمة. شكرا صحة، شكرا إيمان، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 33، الصغرى 23، الإسكندرية 30 21، مطروح 26 17، بورسعيد 25 18، الإسماعيلية 33 19، وجوها حار. بالنسبة للسويس 33 20، العريش 26 18، طابة 34 20، شرم الشيخ 37 26، الغردقة 37 26، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 42 27، أسوان 43 27، الوادي الجديد 41 27، شلاتين 33 24، حلايب 32 24، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم.
وبهذه اللقطة انتهت نشرة التاسعة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. خلال افتتاحه مجمع مصانع الكوارتز بالسويس، الرئيس السيسي يوجه بإزالة كافة المعوقات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي للحد من الاستيراد وزيادة فرص العمل. في ثاني جلسات المحور المجتمعي، منسق عام الحوار يعلن تخصيص جلسة لبحث مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب. شكري وجريفيث يبحثان تطورات الأوضاع في السودان وسوريا ويتفقان على استمرار التشاور بشأن الدعم الإنساني لمناطق الأزمات بالشرق الأوسط.